وفي يوم كان في مجموعة من الفريسيين ومعلمين التوراة جايين من القدس والتموا على سيدنا عيسى، وشافوا مجموعة من تابعينه يأكلوا من غير ما يغسلوا يديهم. وكانوا الفريسيين وكل يهود ما يأكلوش قبل ما يغسلوا يديهم حسب التقاليد اليهودية القديمة، وحتى أنت يروحوا من السوق ما يأكلوش قبل ما يغسلوا طرافهم. وكانت عندهم هلبة تقاليد تانية يلتزموا بها زي غسل الطواسي والطناجر وبراد النحاس، وهذا علاش الفريسيين ومعلمين التوراة نشدوا. علاش تابعينك ما يتبعوش في عاداتنا ويأكلوا من غير ما يغسلوا يديهم؟ جاوبهم سيدنا عيسى: قداش انتم منافقين، النبي إشعياء كان عندها الحق أم تتنبع عليكم زي ما هو مكتوب في التوراة. الشعب هذا يحبني بالكلام بس، لكن قلوبهم بعيدة عليا، باطلة عبادتهم ليا على خاطر يعلموا في عادات وتقاليد داروها هم. وزاد قال سيدنا: حطيت وصايا الله على جنب وشديتوا في عادات الناس. قداش انتم فالحين انكم تعصوا وصايا الله وتتبعوا في عاداتكم. وقال النبي موسى: بر بوالديك، واي حد يسبوه ولا امه حسابه الموت. لكن انتم افتيتوا، يجوز للواحد يقول لابوه وامه: ما نقدرش نعاونكم لانها اللي عندي تصدقت به لربي، وبالفتوى هذه هو مش ملزوم بيهم، وهكي خلفتوا امر الله بعاداتكم هذه، وزيها هلبة عادات وتقاليد تانية تديروا فيها. وبعدها سيدنا عيسى نادى الناس مرة تانية وقال لهم: اسمعوني كلكم وفهموا، ما فيش حاجة تخش لفم البنادم تنجسة، لكن اللي يطلع منه هو اللي نجسة، اللي ليه ودان خليه يسمع بهم. وبعد ما خلى الناس وخش للحوش، نشدوه تابعينها على معنى المثل اللي قاله. رد عليهم: حتى انتم ما تفهموش؟ شن ما تعرفوش ان الحاجة اللي تخش فم لبنادم ما تنجساش؟ على خاطر ما تخشش لقلبه لكن اللي بطنه، وبعدها تطلع من جسمه. وبكلامه هذا سيدنا عيسى ورى ان الماكلة كلها طاهرة. وزاد قال لهم: الحاجات اللي تطلع من فم لبنادم هي اللي تنجسه، على خاطر من قلب لبنادم تجيل أفكار شريرة، الفسق والخنبة والقتل والزنا والطمع والخبث والغش والفجور والأنانية والحسد وتشويه سمعة حد والتكبر والجهل، كل الحاجات الشريرة هذه تطلع من قلب البنادم وتنجسه.